ابن عربي اثنان، ابن عربي اثنان، في محي الدين ابن عربي الطائي، وفي أبو بكر ابن العربي المالكي، في محي الدين الطائي من أهل الأندلس، وفي أبو بكر بن العربي أيضا من أهل الأندلس، وهما أيضا في زمن متقارب. محي الدين الطائي بن عربي صاحب الفصوص، كتاب الفصوص وفصول الحكم والفتوحات المكية وغيرها من الكتب، هذا الرجل يعني عنده من الإلحاد الشيء العظيم، وأفتى كثير من علماء المسلمين بكفره وردته عن دين الله تبارك وتعالى، اللي هو محي الدين الطائي، ومشهور بابن عربي بدون ألف ولام. الثاني ابن العربي المالكي صاحب شرح أبي داود وصاحب العواصم من القواصم، وهو من علماء المالكية الأندلسي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا إمام من أئمة المسلمين، وعادة يقال له ابن العربي، فيفرقون بينهما في أن هذا يقال له ابن عربي وذاك يقال له ابن العربي، ولكن أحيانا يقال عن هذا ابن عربي ويقال عن هذا ابن العربي، فهذه ليس، لكن الفرق بينه أن هذا محي الدين وهذا أبو بكر ابن العربي. والمالكي هذا عالم من علماء المسلمين، لكن محي الدين الطائي ابن عربي هذا أفتى كثير من أهل العلم بكفره وزندقته، لأنه كان يقول بوحدة الوجود، ونسب إليه البعض أيضا كان يقول بالحلول، أن الله يحل في الإنسان والعياذ بالله، فهذا يعني ضال مضل، فالناس تحذر منه حقيقة، يعني ينبه الناس على ذلك، والله المستعان.